السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. بنكمل الكلام في الوحدة الثانية في درس جديد بعنوان المسلسلات الهندسية اللانهائية. المرة اللي فاتت احنا درسنا مع بعض المسلسلات الحسابية وبعد كده المسلسلات الهندسية وعرفنا معلومات عنهم. النهاردة بناخد جزء جديد في المسلسلة الهندسية. قال المسلسلات الهندسية عموما عبارة عن نوعين، إما متسلسلة منتهية، يعني مثلا مثال كده لو بقول لك 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16، دي كده متسلسلة هندسية مكونة من 4 حدود تقدر تجمعها ببساطة ومفيش عندك أي مشكلة. لكن في متسلسلة أخرى ممكن أكتبها بالصورة دي، 3 زائد 9 زائد 27 ديت نقدر نجمعها ونجيب مجموعها. قال لك ده يتوقف على حاجة من اتنين. طبعا احنا خلاص احنا مش بنتكلم على دي، احنا بنتكلم هنا على المسلسلة الهندسية اللانهائية اللي هي ديت. فاحنا دلوقتي عايزين نتكلم على مجموع المسلسلة ديت. قال لي في شرط اول لازم تجيبه وتحققه وتشوف اذا كان موجود ولا لا. الشرط ده بيقول لك اذا كانت المتسلسلة دي متقاربة يبقى ليها مجموع الى ما لا نهاية، متباعدة يبقى ليس لها مجموع الى ما لا نهايه. طب يعني ايه متقاربه ويعني ايه متباعده يا استاذ، وايه هو يعني الشرط ان تكون دي متقاربه او متباعده؟ يعني ايه متقاربه ويعني ايه متباعده؟ قال لك المسلسله الهندسيه بتكون متقاربه او متباعده على حسب الار، على حسب مقياس الار. مقياس الار ده حاجه من اتنين، يا اما مقياس ار اقل من واحد، يا اما مقياس ار أو يساوي واحد. قياس R أقل من واحد معناها إن الـ R محصورة ما بين السالب واحد والواحد، يعني كسر سواء موجب أو سالب، كسر اعتيادي حقيقي سواء موجب أو سالب. تمام؟ أما هنا الـ R أكبر من واحد، معروف أكبر من واحد أو أقل من سالب واحد، دي معناها إن الـ R هنا بتكون أكبر أو يساوي واحد، أو الـ R أقل أو يساوي سالب واحد. تمام؟ الشرط ده لو تحقق هنا ان مقياس الار اقل من واحد بتسمى المتسلسله بتاعتي متقاربه، متسلسله ايه؟ متقاربه. اما لو الشرط ده موجود في المتسلسله فدي بتبقى اسمها متباعده، يعني متسلسله هندسيه متباعده. طبعا الاثنين متسلسلات هندسيه لا نهائيه. متسلسلات هندسيه ايه؟ لا نهائيه، دي متقاربه ودي متباعده على حسب الشرط اللي اتكلمنا عليه. تمام؟ الكلام ده على السؤال اللي جاي، بيقول لك حدد أي المتسلسلتين الهندسيتين الآتيتين متقاربة وأيهما متباعدة. طبعا اتفقنا إن اللي بيحدد إيه؟ الآر، فهروح أجيب الآر، هقول له الآر بتاعك، واتفقنا إن الآر هو النسبة بين أي حدين متتاليين، يعني تقسم أي حدين متتاليين على بعض، التاني على الأول، يعني تقسم 3 على 2. كلنا عارفين إن الكسر ده البسط بتاعه أكبر من المقام، يبقى معنى كده إن ده أكبر من واحد. إذن الشرط لا يتحقق، اللي هو إن مقياس R أقل من واحد، لا، لا يتحقق، يبقى المسألة هنا إيه؟ المتسلسلة هنا متباعدة. تمام؟ يبقى المتسلسلة هنا متباعدة. طيب، تعال نشوف مثال آخر. يقول لك 100 زائد 50 زائد 25 إلى ما لا نهاية، هجيب الـ R برضو وأشوف. تبقى 50 على 100، وده هيساوي نص. كلنا عارفين ان النص اقل من واحد سالب واحد، يعني الشرط هنا بيتحقق. تمام كده؟ يبقى المتسلسله دي كده ايه؟ متسلسله متقاربه، متسلسله متقاربه. طيب تعال نشوف الجزئيه اللي بعد كده، بيتكلم عن مجموع المتسلسله الهندسيه اللانهائيه المتقاربه. قال لك عشان تقدر تجيب مجموع المتسلسله الى ما لا نهايه لازم تكون المتسلسله متقاربه. فشوف السؤال جاي ازاي، بيقول لك اوجد مجموع حدود كل من المتسلسلتين الهندسيتين الاتيتين ان وجد. ان وجد ليه؟ لانها ممكن تكون متقاربه وممكن تكون متباعده. فاحنا كل مساله هنيجي نحلها دلوقتي هنشوف اذا كانت متقاربه الاول ولا متباعده. اروح اجيب الار واقول له الار عندك سالب 2 على 4، سالب 2 على 4 بعد التبسيط يطلع سالب نص. تمام؟ وكلنا عارفين ان السالب نص ده بيتحقق فيه الشرط، سالب نص
أكبر من سالب واحد وأقل من واحد، يبقى دي إيه؟ متقاربة، يبقى متسلسلة متقاربة. في حالة المتسلسلة المتقاربة إزاي أجمعها؟ هل هستخدم القانون قانون مجموع المتسلسلات العادي؟ لا، هناك كنا بنحدد عدد معين عشان نقدر نجيب المجموع، هنا المجموع إلى ما لا نهاية. فقال لك في قانون جديد، القانون الجديد ده هيبقى شكله إيه؟ قال لك إس بيساوي، إس بيساوي إيه؟ قال لك الحد الأول على واحد ناقص الأساس. وطبعا الحاجات دي كلها موجودة عندنا، الحد الأول موجود والأساس أنت جبته، تقدر تعوض في القانون بشكل مباشر يطلع لك الحل على طول. فتعالى كده نعوض مع بعض ونشوف الإس هتساوي الحد الأول 4 على 1 ناقص، خلي بالك الناقص دي بتاعت القانون، في ناقص في الآر أحطها في قوس كده مع بعض وأقول يساوي. كل ده هيجي عن طريق الآلة الحاسبة. نجيب الآلة الحاسبة كده ونحسب، نقول أدي كسر ونقول له 4 تقسيم ناقص، أفتح قوس، كسر تاني، سالب نص، 1 على 2، واقفل القوس بتاع النص واقول له يساوي، يطلع لي 8 على 3. يبقى الناتج عندي مجموع المتسلسلة دي إلى ما لا نهاية مجموعها 8 على 3. تعال نشوف مثال كمان، المثال الآخر هجيب الآر، هروح اجيب الآر كده واشوف الناتج هيطلع ايه. الآر هيطلع بالشكل ده، آر تساوي 20 على 16. واحد يقول لي يا استاذ ما تكملش، انا عارف ان لما الكسر يبقى البسط اللي فوق اقل من المقام اللي اكبر من المقام اللي تحت، يبقى ده كده اكبر من واحد. فعلا لو انت بسطتها حتى على 4 فوق وتحت هتطلع 5 على 4، وكلنا عارفين ان 5 على 4 برضه اكبر من واحد، يبقى دي متسلسلة ايه؟ متباعدة. المتسلسلة هنا متباعدة، لا يمكن إيجاد مجموعها إلى ما لا نهاية، لا يمكن إيجادها إلى ما لا نهاية، لا يوجد تمام مجموع إلى ما لا نهاية. تمام، يبقى أنت كده عرفت شرط جمع المتسلسلة إلى ما لا نهاية، إما إنها متقاربة لها مجموع أو متباعدة ليس لها مجموع إلى ما لا نهاية. طيب بدأ يستخدم معايا في المثال دوت رمز السيجما، وكلنا عارفين رمز السيجما عادي مفيش مشاكل طبعا، بس هنا اعرف منين المتسلسله اللي لا نهائيه ان هو هتلاقي عندك رمز ما لا نهايه فوق. لو هي محدوده كنت هتلاقي فوق عدد زي ما كنا بنشوف في الايه في الدرس السابق، كنا بنلاقي مثلا من 1 الى 10 الى 15 2 7 اي رقم، المهم ان هو في هنا عدد طبيعي غير الما لا نهايه. تمام، طيب المتسلسله اللا نهائيه دي خلاص عرفت ان هي لا نهائيه، طب هل هي متقاربه ولا لا؟ اروح اشوف الاساس، طبعا كلنا عارفين الاساس اللي هو في الداله الاسيه، الداله الاسيه اللي قدامك دي الاساس هو اللي تحت ده، يعني الار بتاعتي اللي هي بتساوي 3 ارباع، وكلنا عارفين ان ده اقل من واحد واكبر من سالب واحد، يبقى دي لا نهائيه ومتقاربه. طب هروح اجيب المجموع بتاعها ازاي؟ عن طريق ان انا اطبق القانون، طبق القانون بتاعك يطلع لك الاس بتساوي A1 على 1 ناقص R. طب ال A1 بكام وال R بكام؟ عندك ال A1 تروح تجيبه، ال A1 نجيبه كده مع بعض، A1 كلنا عارفين A1 بنجيبه ازاي؟ بنعوض بالكي بالعدد اللي تحت ده في الدالة اللي قدامي، يعني اقول 12 في 3 ارباع الكل اس 1 ناقص 1، كلنا عارفين 1 ناقص 1 بصفر، اي حاجه اس صفر بواحد خلاص يطلع الناتج هنا بكام؟ ب 12. يبقى الاي 1 ب 12 والار ب 3 ارباع، اقدر دلوقتي اروح اجيب مين؟ اجيب المجموع الى ما لا نهايه. لما نجيب المجموع الى ما لا نهايه هتقول اس تساوي، يلا ها المجموع ادي 12 اي 1 على 1 ناقص 3 ارباع، اتفقنا؟ تقدر تجيبها عن طريق الاله الحاسبه اهو، كسر 12 على 1 ناقص 3 ارباع، 3 على 4 وقول يساوي، يطلع لك الحل كام؟ 48. يبقى المجموع المتتابعه دي بيساوي 48. جه بعد كده هيكلمني على حاجه اسمها الكسور الدوريه. الكسور الدوريه دي مرت علينا قبل كده، كان مر علينا حاجه كده كسر عشري بالشكل ده مثلا 0.33 إلى ما لا نهاية.
بنقول ان في كسر عشري او بعض الكسور العشريه فيها اجزاء بتتكرر الى ما لا نهايه، ممكن الجزء ده يكون عدد عشري واحد او عددين او اكتر من عددين. يعني انا مدي مثال بسيط اللي هو 3 الى ما لا نهايه، ده فاصل 3 الى ما لا نهايه. طيب ده كنا بنسميه كسر عشري دوري، يعني بيتكرر دوريا، وكنا بنرمز له بالرمز او بنكتبه باختصار بالشكل ده اهو 3 بار. 3 بار خلاص بقى معروف العدد اللي محطوط فوق شرطة، ده معروف ان هو بيتكرر الى ما لا نهاية. طيب احنا عايزين نحول الكسر ده الدوري ده الى كسر اعتيادي، يعني عايز اشوفه كده بسط على مقام. تمام، عايز احط كده عددين هما يدوني الايه الفاصل 3 الى ما لا نهاية. ده واحد يقول لي طب ما احنا ممكن خلاص مش هو 3 من 10 هو يبقى خلاص 3 على 10، اقول لك لا 3 على 10 ده الكسر المنتهي، 3 من 10 يساوي 3 على 10، خلاص ده معروف، ده اسمه كسر منتهي، كسر مش دوري. تمام، ما بيتكررش الى ما لا نهايه، لكن اللي بيتكرر الى ما لا نهايه حاجه تانية. طيب علشان اوصل للصوره الاعتياديه اللي هي البسط والمقام دي اوصل لها ازاي؟ قال لك هتقدر توصل لها بطريقتين. طريقه احنا لسه كنا بندرسها دلوقتي عن طريق المتسلسلات المتقاربه، المتسلسلات الهندسية المتقاربة، وفي طريقة تانية جبرية. ايه الطريقة بتاعت المتسلسلات المتقاربة؟ لان احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي. قال لك طبعا كلنا عارفين ان الكسر دوت اللي هو 3 من 10 بار بيساوي فاصل 3 3 3 الى ما لا نهاية. ده معناه ايه؟ معناه ان دوت فاصل 3 زائد فاصل 0 0 3، لو انت جمعت دول هيدوك 33 من 100 زائد فاصل 0 0 0، كل مره بزود منزله 3 وهكذا الى ما لا نهايه. تمام، كل مره بتبعد الثلاثه عن الفاصل بمنزله واحده، مره 3 من 10، مره 3 من 100، 3 من 1000، 3 من 10000 وهكذا الى ما لا نهايه. تمام، اصبحت اللي قدامك دي اسمها متسلسله هندسيه، متسلسله هندسيه، وممكن تتكتب كمان بالصوره دي 3 على 10 زائد 3 على 100 زائد 3 على 1000 زائد الى ما لا نهايه. طيب هل هي متقاربه ولا مش متقاربه؟ نقدر نجيب الار بتاعتها، الار بتاعتها هقسم اي حد على اللي قبله، فهنقسم 3 على 100 تقسيم 3 على 10، بدل ما اقسم هضرب في 10 على 3، كلنا عارفين ان احنا بنقلب الكسر، 3 هتروح مع ال 3 وصفر مع الصفر، يطلع الناتج 1 على ايه؟ على 10. أصبح الأر 1 على 10، وكلنا عارفين إن 1 على 10 ده أقل من 1 وأكبر من سالب 1. طيب وبعدين يا أستاذ؟ خلاص 1 على 10 تبقى دي الأر، وخلاص المتسلسلة دي اسمها متسلسلة متقاربة، نقدر نجيب مجموعها إلى ما لا نهاية، المجموع بتاعنا إلى ما لا نهاية حسب القانون المتعارف عليه، الإس هتساوي الحد الأول اللي هو كام؟ 3 على 10 على 1 ناقص الأساس اللي هو 1 على 10. واروح اجيب بالآلة الحاسبة اللي قدامي اهيت، واجيب المجموع، اقول له ده كسر فوقه كسر. تمام، واقول له 3 على 10، كل ده تقسيم. تمام، تقسيم ناقص كسر 1 على 10، واقول يساوي، لما تيجي تقول يساوي يطلع الناتج ده كام؟ بتلت. يبقى خلاص هو الكسر الاعتيادي اللي اصله 3 دوري، 3 من 10 دوري، هو 1 على 3، يبقى انا كده قدرت احوله الى ايه؟ بسط ومقام. قال لك في طريقه ثانيه، طريقه اسمها الطريقه الجبريه، بنستخدم فيها خطوات جبريه معينه نقدر نثبت فيها نفس الكلام. ازاي؟ هو جايبها في الكتاب، بيقول لك افرض ان الاكس بتساوي 3 من 10 دوري اللي انت عارفها دي. خلاص يعني فرضنا ان هو باكس، طبعا ده معناه ان الاكس بتساوي فاصل 3 3 3 الى ما لا نهايه. سمي دي رقم واحد، المعادله دي سميها رقم واحد، واضربها في 10. تمام، لو ضربتها في 10 خلاص اكس بتساوي، طبعا لما اضرب العدد ده في 10 تتحرك الفاصل خطوه واحده جهه اليمين، يعني ايه؟ تبقى 3 فاصل 3 3 3 الى ما لا نهايه، سمي دي رقم 2. اطرح واحد من 2 بطرح واحد من 2،
يعني اطرح المعادلة 1 من 2، يعني اطرح اكس 10 اكس ناقص اكس يطلع لك 9 اكس. لما تيجي تطرح 3.333 الى ما لا نهايه ناقص 0.33 الى ما لا نهايه، مين اللي هيضيع؟ اللي هيضيع الجزء العشري مع الجزء العشري. اتفضل لك 3 ناقص 0 لان احنا بنطرح كده، الصحيح ناقص الصحيح والعشر ناقص العشري، يطلع لك كام؟ يطلع لك 3. تقسم على 9 في الطرفين، تمام، 9 تروح، يبقى الاكس هتساوي 3 على 9، اكس هتساوي 3 على 9، يعني هتساوي كام؟ هتساوي ثلث اهو. ما انت عارف ان الاكس هي كانت في الاصل العدد الدوري صح، وهي في نفس الوقت بتساوي ثلث، يبقى العدد الدوري ده هيساوي ثلث، يبقى انا قدرت برضو اوصل لنفس النتيجه اللي وصلت لها في الطريقه اللي فاتت. تعال ناخد مثال تجريبي على كده، على الجزء ده بيقول لك اكتب الكسر العشر الدوري في صوره كسر اعتيادي، 21% دوري في صوره كسر اعتيادي. استخدم طريقه المتابعه الهندسيه، طبعا انت خلاص انت ليك الحريه انك تستخدم الطريقه اللي تعجبك. تعال نستخدم طريقة المتبعة الهندسية مع بعض، اللي هي المتبعة الهندسية المتقاربة. نقول له إن 21% دوري ده بيساوي 21% زائد صفر، وسيب المنزلتين، هو هناك كنا بنسيب منزلة واحدة فاصل صفر، كنا بنسيب عشان هناك كانت 3 بتتكرر على طول، لكن هنا اللي بيتكرر عندي عددين، يبقى لما تبعد تبعد منزلتين، 21 زائد وهكذا ابعد منزلتين فاصل 4 اصفار 21 الى ما لا نهايه. واتفقنا ان المتبعه دي هتبقى على صوره 21 على 100 زائد 21 على 10000، بحط اصفار بعدد المنازل، زائد 21 على 6 منازل 6 اصفار يعني على 1000000، تمام، زائد الى ما لا نهايه. يطلع الار عندك بكام بقى؟ الار اقسم اي حدين على بعض، اتفقنا 21 على 10000، بدل ما اقسم هضرب عشان هي قسمه كسور، تبقى 100 على 21، يروح ال 21 مع ال 21 وصفرين مع صفرين، يطلع الناتج الواحد على الار بيساوي 1 على 100. طبعا كلنا عارفين 1 على 100 ده اقل من 1 واكبر من سالب 1، يبقى عندك خلاص دي متقاربه، اقدر اجيب مجموعها الى ما لا نهايه، مجموعها الى ما لا نهايه في الاس هيساوي الحد الاول 21%، تمام، او 21 على 100 زي ما تحب، كل ده على 1 ناقص الار ب 1 على 100. يلا آلة حاسبة، نجيب الآلة حاسبة ونحسب القيمة. يبقى نقول كده كسر فوق كسر 21 على 100، كل ده على 1 ناقص 1 على 100 يساوي، يطلع الناتج كام؟ 7 على 33. يبقى انت كده قدرت تحول الكسر العشري الدوري 21 من 100 دوري الى كسر اعتيادي 7 على 33. وبكده نكون وصلنا لاخر الحصه او لاخر الدرس، واشكركم على حسن استماعكم، واتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.